لكن علشان نشوف بقى احتفال نادي العين وجمهور نادي العين جوه الملعب او بره الملعب. بره الملعب الجمهور الاماراتي جمهور عاشق لكره القدم، وبالتالي فرحتهم بصعود فريقهم الى المباراه النهائيه ما كانش احتفال عادي. الاول هنبدا معاكم ونشوف ازاي الجمهور احتفل مع اللعيبه داخل الملعب، وازاي الجمهور الاماراتي اللي ما عرفش يكون موجود جوه الملعب احتفل ازاي بره الملعب. دي كانت فرحة جمهور العين أو فرحة جمهور الإمارات بالكامل لصعود فريق بيلعب في الدوري الإماراتي لأول مرة في التاريخ إلى نهائي كأس العالم للأندية، بطولة قوية جدا. لكن هنطمن أكتر على فريق العين وآخر الاستعدادات اللي إن شاء الله هتكون بكرة في مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي. بنحاول إن احنا يكون معانا مداخلة علشان نتكلم فيها على أهم الأحداث، وإزاي فريق العين بيستعد للمباراة النهائية، وهل ممكن يكون في تغيير في التشكيل الرئيسي لنادي العين، وإن شاء الله نادي العين إزاي هيكون جاهز لحصد لقب. إحنا شايفين إن كرة القدم أي حاجة فيها بقت مش مستحيلة. ريال مدريد فريق قوي لكن عنده بعض الظروف اللي ممكن نادي العين يستغلها. ممكن حد أو ناس أو أي حد بيتفرج عليا يقول إزاي ده ريال مدريد، ده الملكي، ده الدوري الاسباني، ده ثلاثه دوري ابطال، ده بيل وبنزيما وراموس والنجوم كلها موجوده وكروس وكاسيميرو وغيره وغيره وغيره.